بعد إحالته من الحكومة، مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن بدء الاستعدادات لمناقشة ملف قضية الدعم. بيان غربي عربي يدعم مقترحا فرنسيا أمريكيا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل. مجزرة جديدة تشهدها مدرسة تأوي نازحين في جباليا برصاص قوات الاحتلال، وارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيد. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي وموقف الغرف الفندقية المستهدفة. وخلال الاجتماع قال وزير الإسكان إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لها وتحفيز الجانب الاستثماري، فضلا عن تحسين الوجه الحضري لهذه المنطقة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير العمل محمد جبران لاستعراض جهود الوزارة في عدد من ملفات العمل. واستعرض وزير العمل خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في إطار إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سعيا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمينا لبيئة العمل بين كل من أصحاب العمل والعمال. كما تناول اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إعداد مشروع قانون العمل، وما تم عقده من مناقشات تتعلق بهذا القانون تمهيدا لإقراره من قبل مجلس النواب. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وخلال الاجتماع عرض وزير الاستثمار موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر، وأعرب عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ حاليا نحو 6 مليارات يورو. وخلال اجتماع عقده مع رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أولاف هوفمان، أكد مدبولي أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، والتي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عاما. من جانبه أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة أن قطاع السيارات يعد قطاعا واعدا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يمكن مصر من أن تصبح مركزا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الثالث على مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، والتي استطاعت أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة قيم الولاء والانتماء
وساهمت في الارتقاء بأفكارهم وثقافتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر منتدياتها المختلفة التي استضافتها بعدد من المحافظات. استطاعت مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء، منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافياً وفكرياً. وبمناسبة بداية العام الثالث للمبادرة، نظمت الوزارة احتفالية بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفسطاط، استمتع خلالها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بالألعاب الترفيهية. لما تشوف أفضل حال فيك يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا من الأعمار. النهارده بنحتفل بالعام الجديد الثالث، وفخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد. تعلمت ان انا ابقى عندي مشاركة ايجابية، وتعلمت ان ابقى عندي طموح. فبجد فرحانة جدا وبشكر سيادة الرئيس. دي تالت سنة في مبادرة ضمنا فيها، بصراحة فخور قوي وشفت حاجات وتعلمت حاجات وانا اقدر اكمل عشان احقق حلمي. المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الامل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للافضل، تضمنت احتفالية بداية عامها الثالث حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم، بعد أن فتحت لهم مبادرة الجيل الجديد أبواباً من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها. أنا هسألك سؤال يا حبيبة، إيه الحلم اللي كنت بتحلميه زمان قبل ما تتنقلي الأسمرات؟ كان حلمي قبل ما أجي الأسمرات، كان حلمي دايما ان انا زي ما بشوف في التلفزيون مثلا اولاد بيروحوا نوادي كده، فكان حلمي ان انا اكون مشاركه في نوادي قصر ثقافه الكلام ده. فلما رحت حي الاسمرات كان الكلام ده كله متوفر. ايه يا خالد اللي اتغير فيك وانت حاسس ان وجودك في مبادره كلنا واحد غيرك وخلاك تبص للدنيا بشكل مختلف؟ المبادره خلتني عندي طموح. بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ شوف ناس بتهاجم بلادك أو بتهاجم مؤسساتها. أيوة بشوف، بس أي بني آدم هتقابله مشاكل في حياته، المهم اللي هو يعافر. مهم إنه هو يعافر، ما يهموش كلام الناس. ما يهمهوش كلام الناس. بداية المبادرة كنا حاجة ودلوقتي بقينا حاجة تانية خالص. علمونا إزاي نتعامل مع الناس ونحترم أسرتنا ونحترم بلدنا، ولسه في طموحات جايه كتير قوي. تعلمنا من مبادره حاجات كتير قوي، تعلمنا الاراده والتحدي وازاي نخاف على بعض. شفت من مبادره الجيل الجديد بلدنا بتتطور للاحسن واحنا بنتطور معاها. شهدت الاحتفاليه حضورا من عدد من الفنانين والاعلاميين وخبراء الموارد البشريه الذين اثنوا على المبادره وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادره. مبادره كلنا واحد جيل جديد، ثلاث سنين النهارده بنحتفل، مولود جديد بيولد أمامنا جميعاً بنشوفه. إحنا شهداء على هذا الفكر، على هذا التطور، على هذا البناء العظيم، وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط ولكن بناء العقل. شفت قد إيه هناك فكر متطور، هناك لغة أخرى، هناك شباب جديد، جيل جديد فعلاً. فأنا يعني بتقدم باسمي واسم كل فنانين مصر بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة الجيل الجديد. أجمل كلمة سمعتها النهاردة، إحنا ما كانش عندنا أحلام قبل ما نروح المناطق الحضرية، وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة. بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هنا بيشوفوا بلدهم. دي الناس إن الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكيرهم بهذا الأسلوب. قدرنا إن إحنا نسجل نجاح كبير جدا في شخصية الشباب دول. متخيل قد إيه الشباب دول قدروا يتطوروا تعليميا وسلوكيا وأخلاقيا. مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان، لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهيم جديدة للشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة، هو ده اللي إحنا بنهدف ليه. أجيال طلب مصر جديد. الاحتفالية استعرض خلالها الطلائع مواهبهم. أنا مصري بلدي، أنا مصري بلدي وأفتخر بترابها أرضي،
وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. شفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة، وفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي، زي ما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من خلال المبادرة. اتعلمنا في المبادرة دي يعني تسامح، لما زرنا المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية وعرفنا إنهم اتبنوا في نفس الوقت، وعرفنا يعني تكافل اجتماعي، وقد إيه مصر دي بلد عظيمة، وإن شاء الله إحنا نكون جزء من المستقبل ده. ضمن الأشياء اللي استفاد منها برضه من خلال هذه المبادرة الرائعة، زودت معلوماته، بدأ يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمة، غير سلوكياته. نفسه يبقى مثلا زي الضباط اللي هنا، اللي هو بيبقى جاي هو عايز بقى ان هو المره الجايه يبقى هو اللي مع الاولاد. في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش يعرف عنها حاجه، عاصمه الاداريه يعني كدوهم اسبوع كل يوم كان بيوروهم مكان شكل ومبنى شكل. في حاجات كتير انا عن نفسي ما كنتش عارفه عن حاجه، بس معانا في التلفزيون. الولاد صراحه اتغيروا كتير، لفوا يعتبر البلد كلها من محافظه لمحافظه، بيتفرجوا على المشروعات الجديده، الصناعات اللي بتعملها الدوله. صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر، بقى بيحبوا بلدهم أكتر، كل مرة بينتظروا الزيارة الجديدة في المبادرة عشان يتعلموا حاجة جديدة ويستفادوا حاجة جديدة. كما كانت فرصة لتقديم فقرات فنية وغنائية لاقت تفاعلا من الجميع. شفنا حقيقة بلدنا بتكبر يوم ورا يوم، واحنا بنتغير حتى حياتنا بقت للأحسن، حلو بقى قدامنا بيظهر. شفت المجهود المهم اللي بتبذله وزاره الداخليه علشان تربطهم بالبلد اكتر، توريهم الحاجات الانجازات اللي بتحصل على الارض، ابدا اهيئهم ان هم يبقوا نماذج في المجتمع، نماذج قويه، نماذج مفيده. سعيد ان انا موجود النهارده، وسعيد ان انا شايف التطور ده اللي بيحصل في الشباب. يعني انا شفت البدايات بتاعتهم كانوا بيفكروا ازاي، وبعد كده لما حصلت المبادره دي ودخلوا فيها دلوقتي بيفكروا ازاي وتفكيرهم كله اتغير. يعني جيل بيعرف يتعامل، بيعرف يتعامل في التكنولوجيا، بيعرف يتعامل في كل الأضرار، بيتعامل بالأسلوب الراقي. في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية. بابا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وزمايلي في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك إنك فعلا غيرت حياتنا وعملت لنا المبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني. المبادرة خلتنا نزور أماكن ما كناش مصدقين إنها حقيقية، وعرفنا إن كل حاجة اتعملت كانت مهمة لمستقبلنا، وإن هي دي مصر الجديدة. ده إحنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا، إحنا فكرنا إزاي نوصل إحساسنا لحضرتك، فكتبنا لك الجواب ده، إحنا كلنا بنحبك، ونفسنا نقابل حضرتك لأنك أملنا في بكرة، وعلى إيدك نحقق كل أحلامنا. شكراً يا بابا. بداية عام ثالث من مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، ومنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية فهي غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الذين أصبحوا أكثر طموحا في المشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن، وأصبحوا أكثر فخرا بالانتماء إليها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم التي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 من سبتمبر، وستتم دعوة مقرر عام والمقرر العام للمساعد المحور الاقتصادي، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها. يهدف النقاش إلى وصول الدعم لمستحقي أيا كان شكله، ويشترك فيه جميع الجهات المعنية السياسية والتنفيذية المجتمعية، إضافة إلى ذوي الخبرة والتخصص، على أن تنطلق الجلسات في أقرب وقت ممكن الفترة المقبلة. We'll be right back.
معي عبر الهاتف الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أستاذ رضا، بعد التحية، قراءتك لبيان مجلس أمناء الحوار الوطني وتأكيده تحديدا على التزام الحيادية في بحث ملف الدعم. أهلا بحضرتك أستاذ مستهدين. طبعا بيان الحوار الوطني بيان هام جدا، وإحنا شايفينه أنه ده استكمالا لما تم مناقشته في الجلسات اللي تمت في الحوار الوطني خلال الفترة السابقة، وإحنا تناقشنا في قضية الدعم وكيفية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، وكانت النقاش سريع جدا وكانت وفق ضوابط منظومة الحوار الوطني. والنهاردة الحوار الوطني بيعلن أن في مناقشات هتتم واقتراحات لديه اقتراحات يتم بالتقدم بها، وده معناه بيعيد تاني فتح هذا الملف بشكل منضبط أكثر، وبالتالي لأنه قضية الدعم النقدي أو الدعم بشكل عام، منظومة الدعم منظومة مهمة جدا في الحماية الاجتماعية، وبتشكل موازنة هامة جدا داخل الدولة حوالي 653 مليار جنيه وهي في زيادة مستمرة لأنها بتمثل شبكة حماية اجتماعية كبيرة للمواطنين تحت خط الفقر ومحدود الدخل. وأنا شفنا في الفترة الأخيرة إزاي ارتفاع الأسعار اللي أدى إلى التضخم الكبير ده كان بيحتاج تدخل من الدولة علشان تعمل دعم مباشر للناس سواء في صورته النقدية أو العينية عشان تقدر تدعم هؤلاء المحتاجين تحت خط الفقر واللي لديهم عوز. وشفنا عشرات الملايين من الناس انزلقوا إلى مستوى الفقر نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. وبالتالي موضوع الدعم هو من المواضيع الهامة جدا لما له من حماية اجتماعية، وشفنا إزاي الدولة تحولت من الدعم العيني للنقدي في 2017 من تكافل وكرامة، وبدأت الدولة تتحول من الدعم العيني لما له من بعض العيوب وبعض المشاكل وفيه نسبة تسريب ونسبة فساد مرتفعة، وأيضا تطبيقه فيه صعوبة جدا، وكمان أنه معظم الدول ما بقتش تستخدم طريقة الدعم العيني لأنه طريقة قديمة، وبقى فيه استخدام للدعم النقدي. والدعم النقدي ده في الحقيقة هو ليه عدة مزايا كثيرة وبيحققها، إنه الدعم النقدي بيعمل توازن بين مصلحة المواطن محدود الدخل وإدارة موارده، يقدر يوزع هيشتري إيه النهاردة وبكرة وبعده، ويقدر يعمل توزيع لإدارة الموارد بتاعته أيضا بيحقق. طيب اسمح لي أستاذ رضا في هذه النقطة تحديدا، بما أنها كانت محل نقاش كبير الدعم النقدي والدعم العيني، بما أن الهدف هو وصول الدعم لمستحقيه أيا كان شكله، أبرز ما يدور في أروقة الأحزاب المصرية وليكن نتحدث عن حزب الاتحاد بشأن ملف الدعم، هل لكم اتجاه معين لعرض إن كان عيني أو نقدي، أم ما زالت المشاورات يعني متداولة؟ في الحقيقة أنا داخل حزب الاتحاد بندعم فكرة أن يكون الدعم نقدي، لأن التجارب أثبتت أن الدعم النقدي لديه مزايا عديدة بعيدا عن بعض مشاكل الدعم العيني، وزي ما قلت لحضرتك انه ما بقاش ينفذ في اماكن كثيره، والدوله فعلا بدات تتوجه في بعض امورها للدعم النقدي. احنا بنؤيد الدعم النقدي لانه زي ما قلت لحضرتك انه هيقدر يوفر للمواطن البسيط القدره على اختيار كيفيه انفاق الدعم بناء على احتياجاته، عكس الدعم العيني. الدعم العيني دي الدولة اللي بتحدده، بتحدد نوع السلعة والخدمة المدعومة، وبالتالي هو محدود ومرتبط باللي الدولة بتحدده، إنما هو في الدعم النقدي يقدر هو يحقق احتياجاته ويقدر يلبي احتياجاته وأولوياته بالطريقة اللي هو عايزها، وده بيحقق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية، كمان بيحسن معيشة المواطن المصري بشكل مباشر. الدعم النقدي كمان بيبقى ليه مردود على الاقتصاد المصري، وكمان بيتماشى مع فكرة أهداف التنمية المستدامة اللي احنا عمالين نتكلم عليها على طول، انه ده بيبقى جزء منه بيحقق التنمية المستدامة. احنا شايفين ان الدعم النقدي بيتيح للمواطن المصري مرونة اكثر في إدارة نفقاته واختياراته داخل أسرته بما يتناسب مع احتياجاته. وبالتالي الدعم النقدي كمان بيبقى فيه ميزة للدولة، بيضمن للدولة وصول الدعم المستحقين الحقيقيين والفعليين، عشان كمان ده بيحقق أو بيشعر المواطن بالتمكين والحرية الاقتصادية، عنده إحساس أنه بياخد دعم نقدي متمكن منه، عنده حرية اقتصادية في أنه هو يرتب أولوياته بالشكل اللي هو شايفها. فإحنا شايفين أن الدعم النقدي
له مزايا، ولكن يجب أن يكون مشروط، يعني أن يكون مشروط وفق ضوابط حقيقية، لأنه كمان أنا عايز أن مفهوم الدعم ومعاييره تبقى واضحة للناس، لأن الدعم ده مش هيورث، يعني الناس ما تبقاش معتقدة أن الدعم يورث وإحنا عاملينه عشان للشخص اللي تحت خط الفقر أو العوز لفترة زمنية محددة يطلع بيها يخرج من دائرة العوز وبعدين يدخل غيره بقى. فإذا هي منظومة متكاملة تستمر لفترة محددة، ثم ينتقل هذا المواطن من خط الفقر أو العوز إلى خط التمكين أو أنه يبقى عنده استقرار اقتصادي في حياته الشخصية، وبالتالي ندخل غيره كده المنظومة تقدر تستمر، لأن مش معقول أنا هدخل 100 مليون وأفضل واقف، لا مش هيحصل. فإذا الدعم النقدي هو مهم جدا وفق ضوابط وشروط. لازم في الحقيقة احنا محتاجين قاعدة بيانات ضخمة جدا داخل الدولة المصرية، علشان قاعدة البيانات دي تحدد لنا عدد الفقراء في مصر، وعشان ما يحصلش تسريب لهذا الدعم. برضو احنا يعني اذا كنا يعني بنخشى من الدعم العيني من التسريب والفساد، احنا برضو مش عايزين نكرر ده في الدعم العيني. فاذا لازم يكون عندنا بيانات دقيقة واضحة عن حجم وعدد الفقراء داخل الدولة المصرية وفقا لضوابط وقاعدة البيانات الموجودة داخل الدولة المصرية، وبالتالي نقدر نتعامل معاهم تعامل حقيقي واضح منظم منضبط ما يحصلش فيه تسريب. يبقى ده بالنسبة لفكرنا في الدعم النقدي. فاحنا شايفين الدعم النقدي هيحقق طفرة حقيقية داخل المجتمع المصري، وهيحقق حرية وتمكين للمواطن المصري في توزيع أولوياته وترتيباته، وبالتالي يعمل ارتياح داخل المجتمع المصري، وهو ده الهدف الأساسي والرئيسي، ان احنا المواطن اللي تحت خط الفقر او العوز يقدر يحصل له استقرار اقتصادي نوعي، يطمئن داخل الدولة المصرية ويعلم ان الدولة المصرية بترعاه في الدعم والمزايا الاجتماعية رعاية حقيقية، وزي ما قلت لك وفق الضوابط منضبطة عشان ما يحصلش تسريب ولا فساد ويذهب الدعم لغير مستحق. أشكرك جزيلا، وضحت فكرتك الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. جددت مصر تحذيرها من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها. وذكرت الخارجية في بيان أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل دائما بغزة ولبنان. كما أكدت الخارجية أن مصر تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة، وشددت على أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وأشار إلى مواصلة مصر لمساعيها الدولية لحشد الدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن منح فلسطين
فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة بوزير خارجية فرنسا جون نويل بارو، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء يوم 26 من سبتمبر مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتطورات الخطيرة الجارية في المنطقة، مؤكدا ضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة وعدم اتساع نطاق الصراع في المنطقة على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان وأهمية تجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية. وأكد عبد العاطي أن مفتاح التهدئة في المنطقة يكمن في ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددا على ضرورة تبني مقاربة شاملة لحل الأزمة في اليمن. أعرب وزير الخارجية عن أسفه لاستمرار حالة الجمود في نزع السلاح النووي بعد مرور أكثر من نصف قرن على إبرام معاهدة عدم الانتشار وقرابة 3 عقود من تمديدها اللانهائية، خاصة وأن العالم يشهد عودة للتلويح والتهديد باستخدام هذه الأسلحة واستمرار الدول النووية في التوسع الكمي والنوعي في ترسانتها النووية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الفعالية المقامة تحت عنوان اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية، والتي عقدت على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نوه في كلمته إلى ما نشهده اليوم من تهديدات علنية وضمنية باستخدام الأسلحة النووية، وآخرها في سياق العدوان اللا إنساني على غزة، بما يجعل من الحظر الصريح والشامل للأسلحة النووية خطوات ضرورية وملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف. مواقف مشرفة قادتها مصر على مر السنين تجاه الأشقاء العرب وقضاياهم، وخاضت معارك دبلوماسية لتدعيم الحق العربي والإفريقي في حياة مستقرة وأوطان محررة وتنمية مستدامة، واستطاعت على مر السنين أن تكون مساهما وداعما لحركات التحرر والاستقلال. كانت مصر ولا زالت القلب النابض بمسؤولياته التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، فضلا عن دعم قضايا السلم والأمن الدوليين، وعن كونها مساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. بدأت مصر جهودها مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاستقرار المنطقة منذ إنشاء المجلس، فمصر كانت ضمن الدول 51 المؤسسة للأمم المتحدة، وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية في 24 من أكتوبر عام 1945. منذ انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، وبما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية، وهو العمل على منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين. وفي ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، ترأست مصر في 28 من يونيو عام 2017 اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا. أما بخصوص الأزمة السورية، فقد أكدت مصر سعيها الدائم لحل الأزمة السورية، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المشروع الأمريكي حول الهجوم الكيماوي في سوريا التي عقدت في 12 من إبريل عام 2017، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى التفاهم حول الأزمة، خاصة وأن الحرب في سوريا ساهمت في خلق ملاذ آمن لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سوريا الذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره. فيما يخص القضية الفلسطينية، طلبت مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت مصر أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد
الذي استمر على جدول أعمال المجلس لنحو 70 عام منذ انعقاده الأول عام 1946 دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. كما أكدت مصر أن ترك القضية الفلسطينية عالقة دون السعي إلى حل حقيقي على أساس حل الدولتين يمثل قنبلة موقوتة ستنفجر حتميا وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط. فيما يخص الأزمة السودانية، بذلت الدولة المصرية الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم، وشددت الدولة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتأكيد على أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، وتؤكد مصر دائما احترامها الكامل لإرادة الشعب السوداني. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان. وأمام الجلسة أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان. إن ما نشهده الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، عدوان أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحى وفرض نزوحا قسريا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهدار كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. على أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن والتي نجتمع اليوم لوقفها ليست منزوعة السياق، فهي نتيجة لا مفر منها للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤوليته لوقف الحرب الدائرة رحاها منذ عام كامل في قطاع غزة. لقد حذرنا في مصر مرارا وتكرارا من أن استمرار الحرب في قطاع غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط. مع تلويح جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن هجوم بري على لبنان، كشفت فرنسا عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان قال إن هذا المقترح سيتم الإعلان عنه سريعا، وإن واشنطن وباريس تعولان على قبول الطرفين به. J'ai tenu à demander au nom de la France cette réunion d'urgence. الوضع في لبنان اليوم يمكن أن يصل إلى نقطة لا عودة. لبنان لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله. علينا بذل كل ما في وسعنا من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما للسماح بالمفاوضات. الخطة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان ستعلن قريبا جدا. أدعو الجانبين إلى قبول وقف إطلاق النار دون تأخر. لبنان، وعلى لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعا مجلس الأمن للضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري، وقد يتحول إلى عدوان بري، بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة. وآمل أن أعود إلى بلادي متسلحا بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان واحترام سيادة بلدي وسلامته. ما نشهده اليوم هو تصعيد غير مسبوق مع اللجوء إلى وسائل وآليات جديدة لا سيما إلكترونية لإلحاق الأذى بأبناء شعبي.
ورغم تصاعد الدعوات للتهدئة، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة أن لبنان أصبح على حافة الهاوية. Hell is breaking loose in Lebanon. لبنان أصبح على حافة الهاوية، ويجب أن نشعر جميعاً بالقلق إزاء التصعيد في لبنان. نؤيد الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار. أكثر من 90,000 شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. تبادل إطلاق النار بين الجماعات المسلحة والجيش الإسرائيلي هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن. لا بد من احترام السيادة اللبنانية وأن تتمتع الدولة بالسيطرة الكاملة على الأسلحة في البلاد. لا يمكن أن تتحول لبنان إلى غزة أخرى. Over 1,800 people were injured. وخلال الجلسة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العجز أمام مواجهة الوحشية في قطاع غزة، بما في ذلك عجز مجلس الأمن الذي يجسد الإرادة الدولية، هو ما شجع قادة إسرائيل على التصعيد. الآن نفهم لماذا رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترح تلو المقترح لوقف إطلاق النار في غزة. إسرائيل ببساطة لم تكن ترغب في وقف الحرب، وإنما في توسيعها، معرضة شعوب المنطقة كلها لوضع بالغ الخطورة ومقامرة بحياة الناس ومستقبل السلام الذي ترسخ مع بعض الدول العربية لعقود. يبدو الوضع الحالي بين حزب الله وإسرائيل وكأنه وصل إلى طريق مسدود، ولكن مع المبادرة الفرنسية الأمريكية ربما تكون هناك بارقة أمل لشعوب المنطقة للتهدئة ومنع جر الشرق الأوسط بأكمله لحرب شاملة. أصدر عدد من الدول من بينها الإمارات والولايات المتحدة والسعودية وقطر إلى جانب الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دعت خلاله لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل لتسوية دبلوماسية تتفق مع القرار 1701. وأكدت الدول أنها مستعدة بعد ذلك لدعم كل الجهود الدبلوماسية الرامية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، كما دعت الدول كافة الأطراف بما في ذلك حكومة إسرائيل ولبنان لتأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائد وحدة المسيرات في حزب الله محمد سرور من دون أن يتضح مصيره بعد. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه شن ضربات دقيقة من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط قاتلين و15 مصابا جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حكومة الاحتلال شنت حرب إبادة على قطاع غزة وما زالت ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي بأكمله. وخلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد عباس أن إسرائيل لم تكتفي بحرب الإبادة في غزة بل بدأت في شن عدوان آخر على الشعب اللبناني، مشددا على أنه على إسرائيل أن توقف الحرب في لبنان وفلسطين فورا. استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال ترتكب
جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي، اسمها جرائم حرب. وها هي إسرائيل اليوم تشن عدوانا آخر على الشعب اللبناني. الشعب اللبناني يتعرض لحرب إبادة أيضا، وعليه على إسرائيل أن توقف الحرب في كل من لبنان وفلسطين. وأوضح عباس رؤيته للأوضاع فيما بعد الحرب، مؤكدا أنه يجب أنذاك توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرضهم، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع وممارسة ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية وعلى رأسها معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين. وشدد عباس بأن معبر رفح الحدودي يجب أن يعود كما كان قبل الحرب لولاية الدولة الفلسطينية. توفير الحماية الدولية للفلسطينيين على أرض دولتهم المحتلة، بدنا حماية، لأن احنا لا نحارب إسرائيل، وليس لدينا الإمكانية أن نحارب إسرائيل، وليست لدينا الرغبة أن نحارب، ولكن على الأقل نريد حماية أولادنا وأهلنا ونسائنا، نريد حماية دولية. سادسا، تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين كجزء من خطة شاملة. هذا ما كان بيننا وبين مصر، هذا المعبر يجب أن يعود كما كان. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة إلى 15 شهيد. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية لأن من بين الشهداء أطفالا ونساء، مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح بينها حالات خطيرة جراء استهداف الاحتلال بالقصف الصاروخي مدرسة الفلوجة في مخيم جباليا. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,534 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 96,092 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 39 مواطنا وإصابة 86 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. شهد معبر رفح تناقصا لعدد كبير من الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم محملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة، حيث هبط عددها إلى 25 شاحنة فقط. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات وممارسة سياسة التعنت والتعسف ضد المساعدات. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لا زالت تغطيتنا مستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لمتابعة حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم نتحدث عن عبور 25 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية، وبالفعل هذه الشاحنات قامت بتفريغ حمولتها بالكامل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت ل12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات بتفريغ حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. إذن نحن اليوم يعني في تناقص شديد
عن كانت إليه الأعداد أمس وأول أمس. كنا نتحدث عن عبور أكثر من 55 أو 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، وعدد لا يقل عن 15 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات. إذن نحن أمام تناقص كبير بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد وشح كبير من المواد الغذائية والبترولية اللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية، والتي خرج منها إلى الآن حوالي 130 مستشفى في قطاع غزة، وأيضا لا يعمل فيها سوى 30 مستشفى تعمل بشكل جزئي. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد، ونعود لنستكمل معكم نشرة السادسة من تطورات القضية الفلسطينية، حيث دعت منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل جراء العدوان الراهن الذي تشنه على لبنان. وأعلنت المنظمة في بيان أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الاثنين قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم. ومنذ صباح الاثنين تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان أسفر عن 640 شهيدا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جرحى و70 ألف نازح مسجلين رسميا. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. اتفاق أمريكي إفريقي على العمل مع الشركاء الليبيين لتنظيم مؤتمر للمصالحة يجمع الفرقاء ويمهد الطريق نحو الاستقرار. أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن بلاده تدعم الاتحاد الإفريقي وتعمل مع الشركاء الليبيين على تنظيم مؤتمر للمصالحة يجمع الفرقاء لتمهيد الطريق نحو إعادة الاستقرار لليبيا. وقال نورلاند إنه ناقش مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الجهود المشتركة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن الوزير قدم دعم الاتحاد الإفريقي لعقد مؤتمر للمصالحة يجمع الفرقاء السابقين. قام محافظ شمال سيناء خالد مجاور بتوزيع وثائق التصادق على زواج البادية على 16 شخصا من أبناء قرية نجع الشبانة برفح، وذلك في حضور مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء نوال سالم والقيادات التنفيذية ومشايخ القبائل والعواقل. هذا وأكد المحافظ أهمية توثيق حالات زواج البادية للحفاظ على حقوق وواجبات الزوج والزوجة والأبناء. هذا وأشارت مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء نوال سالم إلى أن تسليم وثائق التصادق على زواج البادية بقرية نجع الشيبانة جاء ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بشمال سيناء. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال نتحول فيها إلى مصطفى مزار، تفضل مصطفى. شكرا إيمان، شكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة. يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية 48
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يومي الأول من أكتوبر 2024، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تسبق الاجتماعات ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، وذلك يوم 30 من سبتمبر الجاري. من المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. أكد وزير المالية أحمد كوجك ضرورة العمل على حجز المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار في الدول النامية ودفع جهود التنمية. خلال مشاركته في اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار، أكد الوزير أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خاصة التوسع في إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية. عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء شركات عالمية على هامش مشاركته في معرض إينوترانس 2024 في برلين. وبحث الوزير مع رئيس شركة ألستوم الفرنسية مستجدات مشروعات المونوريل وتطوير الخط الأول للمترو. كما ناقش الوزير مشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في برج العرب لتوطين صناعات السكك الحديدية، مما سيوفر فرص عمل ويعزز من التصدير. أنهت البورصة المصرية نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون. مع صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إيجكس 30 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 31,276 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7,425 نقطة. وصعد مؤشر إيجكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10,577 نقطة. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا حيث عوض تأثير ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزون الأمريكي من المخاوف بشأن الطلب في مناطق أخرى. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب برنت بنسبة 12% ليصل إلى 73 دولار و55 سنتا للبرميل. كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6% ليصل إلى 69 دولار و73 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 2.10 دولارات للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.81% لتسجل 2.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت الحكومة الأمريكية على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي. أكد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ارتفع بمعدل سنوي غير معدل بلغ 3% خلال الربع الثاني. انتهت جولتنا مشاهدينا الكرام، أعود إلى دينا وإيمان. شكرا لك مصطفى ميزار. مشاهدينا، في ختام النشرة هذه عناوين الأخبار. بعد إحالته من الحكومة، مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن بدء الاستعدادات لمناقشة ملف قضية الدعم. بيان عربي غربي يدعم مقترحا فرنسيا أمريكيا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
مجزرة جديدة تشهدها مدرسة تؤوي نازحين في جبالية برصاص قوات الاحتلال، وارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شهيداً. وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة، تحية لكم وإلى اللقاء.